وكأن التسديدات أصبحت سلاح قوي عند حشود، خاصة عندما تكون على مقربة من هو مربع. يعرف زملاء السابقين في الوفاق، ويعرف أيضا كما قلنا في البداية معالم أرضية الميدان جيدا. في الوقت اللي فيه المضايقات في الكرات الثابتة، شيء حتمي في كرة القدم للتضييق على الخصم رشيد، شيء طبيعي مثل هذه الكرات. هل سيسدد؟ يشك حشود. لا لا لا، من أروع ما يكون من حشود، من أروع ما يكون.